هكذا نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام وتتواصل انطلاقات هذا الصباح الجميل، شوط الختام لنزد الستار مشاهدينا متابعينا الكرام على أشواط صباح هذا اليوم في هذه الانطلاقات بعد نهاية ووصول هذا الشوط إلى خط النهاية في هذه الانطلاقات الجميلة. ينطلق الشوط الرابع عشر حامل كذلك في طياته المهجنات الإبكار الإذاع بشعارات يا أبناء القبائل، بشعارات أبناء الخليج الواحد محبي هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، هذا التراث العربي الأصيل الذي ننتمي له في هذا الانطلاق في هذه الميادين في هذه التحديات الجميلة. انطلق الشوط وانطلقت الآمال مع المشاركين في تحقيق الناموس والفوز. نسير مع المركز الأول الخفيفة من تتقدم المشاركات وتندفع بالمركز الأول، نواب بنوح بن أحمد البلوشي الذي يقود الخفيفة إلى هذا الانطلاق. مزون تأتي في المركز الثاني والشريجي بن محمد بن معدن الكتبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث يشوف الانطلاق ويشوف التحديات من هذه الأسماء. وصلت مختار سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تواجد في هذه اللحظات من قبل الخفيفة كذلك لسالم بن محمد بالضبيع الكتبي على رابع المراكز. تدخل شعار بن كراز في هذه اللحظات مع جواهر أحمد بن محمد بن كراز المهيري الذي يقدم هذه النوعية وجواهر الميدان، بينما المركز السادس وصلت في مشكورة لعبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني على المركز السادس. أما المركز السابع تجارب سيف بن عبيد بن محمد الكتبي على المركز السابع والمركز الثامن. هذه مشاهدينا الأعزاء درة الخليج تاتينا، درة الخليج وسعيد بن حمد بن علي سعيد بن علي بن رايه المري الذي يقدم هذه النوعية الجميلة، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات أو المركز العاشر هذه الذيبة سلطان بن أحمد العامري الذي يقدم هذه النوعية في هذه الانطلاقات. ولكن تدخلت هنا والدخول من تواقة محمود بن حبيب بن محمد الرضا تأتي في المركز التاسع والمركز العاشر. هذه الذيبة لسلطان بن أحمد بالكيلة العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار العشر المراكز الأولى، ولكن العشر المراكز الأولى كلها من دفع بسرعة هائلة، كلها ليكون شوط ختام الإبداع الجميل كما تعودت جماهير ومحبي شاشة دبي ريسنج وميدان المرموم. كل ما يأتي به إبداع، كل ما يأتي به جميل في هذه الانطلاقات في عالم الأصالة، في عالم هذه التحديات. يا سلام لوحة الثلاثة كيلومترات، يعني انتصفنا مسافة هذا الانطلاق، الثلاثة كيلومترات انتهت والعد التنازلي للثلاثة الكيلومترات الأخرى بدأ في هذه الانطلاقات وفي هذا التحدي والتجمع لازال مثير على المراكز الأولى. نعود إلى المركز الأول، تتقدم في هذه اللحظات مشكورة عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، غيرت إلى قدمت الشوط وقادت مساري هذا الشوط وتحدياته، بينما المركز الثاني الخفيفة تأتي في المركز الثاني ونواب بن نوح بن أحمد البلوشي يقدم الخفيفة على المركز الثاني والمركز الثالث. تحرك التجارب سيف بن عبيد بن محمد الكتبي يقدم تجارب هذا الشوط لياتي بتجارب تجارب الناموس والفوز. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات درة الخليج وسعيد بن حمد بن علي بن رايه المري يقدم لنا درة الخليج في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس تاتي في مزون الشريجي بن محمد بن معدن الكتبي في هذه اللحظات، بينما المركز السادس وصلت الخفيفة لسالم بن محمد بن ضبيع الكتبي، بينما المركز السابع هذه السابعة اللي هي عليها شعار
مختارة مختارة حملت شعار سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، وهناك جواهر من الجانب الآخر أحمد بن محمد بن كراز المهيري يقدم جواهر. أما المركز التاسع تقدمت في هذه اللحظات الذيبة وياتي سلطان بن أحمد بالكيلة العامري، والمركز العاشر عاشر المراكز هذه تواقة محمود بن حبيب بن محمد الرضا يقدم تواقة في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام، شوف الكوكبة والأوامر لم تصدر حتى هذه اللحظات. الأخوة المضمرين كل واحد يرصد للثاني وكل واحد يحسب أمتار المسافة لينتزه الفرصة هناك مع الكيلو الأخير لانتزاع الناموس والفوز، والأسماء متقاربة يعني دليل على أن الشوط بيحمل أثاره، بيحمل تبادل مراكز سريعة، بيحمل تحديات جميلة. شوط الختام ويا مجمل الختام بالفوز والناموس، بالفوز والناموس. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول. يا سلام، مسيطرة مشاهدين الأعزاء على المقدمة وعلى المركز الأول في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. هناك السيطرة مشكورة، عبد الرحمن بن سيف العرياني العرياني الأقرب العرياني للسلامات وللفوز، ولكن الضغط بادي من خفيفة من الخفيفة لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي على المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام يا سلام، بدأت الأوامر، بدأت الأوامر وبدأ الرقص وبدأ الألف ومئتين، ألف ومئتين هذا عنواننا الرسمي، هذا العنوان الرسمي، هذا إصدار الأوامر، وهذا اللي يعرفونه المضمرين ويعرفون السلام. يا سلام يا سلام، وصلت وصلت تجارب سيف بن عبيد بن محمد الكتبي على المركز الثالث، ورفع الراية بالراية مع درة الخليج، درة الخليج سعيد بن حمد بن علي المري على المركز الرابع. الله وجواهر، جواهر الميدان أحمد بن محمد بن كراز من الجانب الآخر، جواهر جواهر، ولا زالت لا زالت مشكورة مشكورة. عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني وجواهر قادمة، وقادمة كذلك درة الخليج، درة الخليج وجواهر، واللي هي مشكورة مشكورة، ودرة الخليج وجواهر، جواهر ومشكورة ودرة الخليج. الأوامر، جولة الأوامر الأخيرة، حرك يا محرك، حرك حرك، مشكورة صارت مشكورة. راح العرياني، راح العرياني، حسم الأمور من هذه اللحظات لصالح. يا سلام مشكورة، عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني العرياني، الله يا مشكورة، مشكور يا العرياني على أداء، مشكورة مشكور يا العرياني على شوط الختام. عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني العرياني مشكورة، انفردت باعدت المسافة، حظت بناموسي هذا الشوط. السلامات عناوية لأهالي العين، لأهالي العين في هذا الصباح. مشكورة عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، أسعد الله صباحك يا العرياني على هذا الفوز وعلى انتزاع ناموس عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. بينما وصلت المركز الثاني، وصلت في درة الخليج لسعيد بن حمد بن علي المري، والمركز الثالث جواهر لأحمد بن محمد بن كراز المهيري. أما المركز الرابع عندك يا بن بدر، مختار سيف بن حميد بن بدر العليلي، والخامسة تواقة اللي وصلت لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا. هكذا كان هذا الشوط وأثارته وتحدياته الجميلة، ولكن كان العرياني ما شاء الله إبداع جميل وأداء رائع مع مشكورة عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. قطعت المسافة في 9 دقائق 30 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني، المركز الثاني بنشوف التوقيت الزمني لثاني المراكز في هذا المسار وهذا الإبداع الذي حظاه. هناك أيضا وصلت درة الخليج لسعيد بن حمد براية المري، بينما قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه على شاشة التلفزيون 9 دقائق و38 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس. بينما الشوط المركز الثالث اللي وصلت في ثالث المراكز جواهر لأحمد بن محمد بن كراز المهيري، قطعت المسافة في 9 دقائق و39 ثانية 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى. يلا ملخ